صلي بنفسك يا دكتور. الله يسلمك يا بنت. بقول لك صلي بنفسك. نفسك يا بنت فوت. فاهم نفسك هتفوت منينا؟ اروحك دلوقتي بقت في ايدينا. يا سيدي مرشوري انا اسف على اللي حصل. صحيح انا قلت لكم ان الكلب حامل وقامت مشاكل بينكم، خصوصا لما طلع الحمل كاذب. بس صدقني الحمل الكاذب ده على مستوى العالم. انا قريت الجرايد وعرفت اللي حصل ما بينكم، والله انا زعلت قوي. معلش انا هجيب لكم كلبه بدلها واصلح ما بينكم. ماشي ماشي، كان عليا انا سامح. الله يكرمك. انما البرطوش يسامحك ايه؟ البركه في سعادتك تقنعه. ما اقدرش اقول له. ليه؟ اصله مريض يا سيدي، ربنا يشفيه. بس بعت معايا ولد الصغير. يعني هو ما جاش؟ لا بعت اصغر واحد. ابنه الصغير؟ اتحلت. بعت الواد الصغير. هو سعيد زيه. ايوه بس عيل نضحك عليه بسندوتش وشوكولاته والمسائل تعالى. حلو دي. وده باين عليه طيب. هو اسمه ايه؟ عوض. اتفضل يا عوض. تعالى يا عوض. عوض ما تخافش تعالى. انزل اشتري لنا شاورما دلوقتي. ها؟ اشتري لنا في سوق تحت. في بقال تحت. هات له بقى شويه سندوتشات. سندوتشات. وشوكولاته. شوكولاته. وقصب. وهات له كمان، قول له مثلا هات له فشار. فشار العيال بيحبوا الفشار. وهات له غزل بنات. غزل البنات. وقول له انك هتاخده تلعبه في الملاهي. انا هدلعه لك احلى دلع. وانا هاخده بكلمتين كده وادلعه. ها يلا اتكل على الله. انت جوه يا عوض؟ عوض هتروح النار يا بيه. انا كذاب. كذبت عليك فيه. انت مش قلت الصغير؟ ما هو ده الصغير. طب ايه اللي جرى؟ حد نفخه في السكه؟ مش يا ابني قال لنا الصغير. وانت قلت لي روح هات له غزل البنات. شوف اذا كان في غزل رجاله. ها والاطفال بتحب الفشار، هات له فشار. ده هات له رجل حمار يلعب بيها. انا راضي ذمتك، ده يلعب في الملاهي. روحة الملاهي تلعب. زكي عوض. اهلا. انت عوض؟ ايوه انا عوض. انا علي العوض. اهلا. اصل قال لنا عوض الصغير. ما انا عوض الصغير. يعني انت ليك اخوات؟ 11 اخ انا اصغرهم، اخر العنجود. اخر مين؟ العنجود. وده عنجود؟ امال ايه؟ اسمها اخر القطر. اخر ميكروباص وصل. منور يا عوض. الله يكرمك. طب يدلعوك؟ طبعا. بيقولوا لك ايه؟ يا نونو. اسمه نونو. نونو تبقى عارف ما تغلطش. البي اسمه نونو. نونو. ازيك يا نونو؟ الله يخليك. انت عندك كام سنه؟ 9 سنين. كم؟ 9 سنين. يا اخي فرق التوقيت بيننا وبين الصعايده جامد قوي. انت في المدرسه؟ لسه جاي منها اهو. سنة ايه؟ في كي جي 1. كي جي 1؟ قول للحاج انا اسف وهجيب لكم كلبه بدل. ما قادرش، لابد اقعد البلد دي ملطخه بالدم. روح بقى شوف ايه حكايه الدم، انا ماليش في الحاجات دي. سيبهولي. خلوا بكلمتين كده. الناس دي انا عارف انا اعمل معاها ايه كويس. شد. ايوه. والله لازم توري له عينه. لا اوعى. هناولك. اقعد. ما بينفعش، احنا ما بنذبحش الا رجاله. هي عايزين رجاله. شوف يا ولد، لابد تصلح غلطتك. اصلح غلطتي يعني اتجوز الكلبه؟ لا، صلح غلطتك تدفع فاتوره الحرب اللي قامت ما بين العيلتين. يا الحرب بفواتير؟ غير الفاتوره. خد اجرى. ايه ربي، شوف اذا كان المبلغ بسيط نقصته. كان يوم منيل اليوم ما قلنا بالكلبه. 600,000 جنيه. كام؟ 600,000 جنيه. هتدفع على لعب منين؟ ما انتش دافع. ايوه بس ال 600 كتير. يا ليلتك التينه سنتك السوداء، انا هوري لك، انا هفرجك. جاهز يا ولد؟ شعار سعيده. الطار والعار. قم بالله. الطار والعار. قم بالله. الطار والعار. قم بالله. ولا واحد ولا 100 ولا 1300 ولا مليون. قم بالله. قم بالله. ريو
وريهم يا نونو وريهم. الوضع الاول ايه؟ وضع الاستعداد. استعد. تضرب فين؟ اصل منتصف الهدف يا عمو. منتصف الرجل ناقص. هتدفع على لعب. هدفع هدفع. ايوه كده هدفع. بس معيش دفتر الشيكات. مش مهم. لا دفتر الشيكات اهو. اهو. تحمار. دكتور قال لي اصل ما تكتبش عشان صابع ايديا تعباني. طيب اكتب لك. اكتب. ادفعوا. ادفعوا لابراج المعادي. معادي مبلغ وقدره. وقدره 600,000. 600,000. امضاء. امضاء. دكتور خميس. خميس. اخصائي كلاب العمليات الحجز مسبقا. مسبقا. اديهم الشيك. اديهم الشيك. كده حجنا وصلنا. ما تزعلش مننا يا ابويا، احنا ما اتضحكش علينا واصل. يلا بينا. يلا. انتوا راجعين البلد؟ ما قدرش اعود البلد. ليه؟ حصلت لنا حادثه. يا دي النيله مش هيمشوا. ليه؟ بيقول لك حصلت لهم حادثه. واحنا مالنا؟ حادثه ايه لا سمح الله؟